عارف انت لما تبقى فرود ما بيجيبش جوان فاكيد بيبقى طب نفسه. طب بالنسبه لك كابتن ابو الدهب برضو انت كنت قاسي شويه على مودست في الفتره اللي فاتت. لا انا ما هل دي بدايه ليه؟ ممكن بقى الفتره اللي جايه المستوى يختلف، ولا شكل اداء مودست يعني ما بعدش عن الاداء في الفتره اللي فاتت، ولكن طبعا ممكن يكون فاق شويه. لا انا ممكن انا شايف لما بينزل كهربا بتلاقي اللعيبه بتشغله بشكل كويس يا فندم اكتر من مودست. اه طبعا. وانت كنت كلاعب كوره بتحس وده معناته ايه بالنسبه لك؟ ما انا مش قلت معناته ايه بالنسبه لي، يعني انا شايف ان اللعيبه لما كهربا بينزل او وفشه بينزل واخدين عليه قصدك، واخدين اكتر واخدين عليه او فيها فاهمين بعض بشكل كبير. لكن انا 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 لو بلعب في الملعب اللعيبه لازم تشيل مودست، يعني النهارده لازم يدوا له كوره كتير، يلعبوا له كروسات كتير. هو خامه كويسه على فكره، لكن انا لما بقول لك ان مودست هيبقى كويس هقول كويس، لكن لو وحش اقول له وحش. مش معنى كده ان مودست هو الفرود اللي الاهلي منتظره او جماهير النادي الاهلي منتظراه، لكن هو في المباراه دي تحديدا لا كان بيتحرك، ويمكن انت قلت كمان ان هو جاب جون واتلغى، لكن هو بيتحرك بشكل كويس، بيباصي، ما عندوش انانيه، بيباصي للراجل اللي تحت، بيأدي بشكل محترم. خط وسط النادي الاهلي حقيقه كابتن ابو الدهب، يعني انا وجود السوليه كمان وتألقه في الفتره دي وتألقه بالذات في ماتش سامبر الحقيقه بيدي كده بوادر للتجديد للسوليه، ولا لا السوليه؟ لا السوليه لعيب كبير جدا على فاروق، وعمل اتزان لخط وسط النادي الاهلي، بيكمل ورا ربي يعمل اسيست، بيكمل تحس انه قائد، وانا اتكلمت عليه بشكل كبير. كوكا لسه صغير، كوكا كان راجل بيديله بيعتمد عليه، لكن انا بكلمك على السوليه. السوليه لا غنى عنه في النادي الاهلي، سواء تجدد له سنه تجدد له سنتين لازم يبقى موجود الفتره الجايه، لانه لعيب كبير ولعيب يقدر يبقى رمانة ميزان في النادي الاهلي اللي انت مفتقدها. النادي الاهلي دايما يا فاروق لازم يبقى في صانع العاب، يبقى في ربط بين الدفاع والهجوم في الحته دي، لازم يكون عندك في المنطقه دي لعيب. بس يعني انت عندك ديانج لسه هيرجع، انت عندك ديانج وعندك مين؟ امام عاشور وامام موجود، وانت عندك النادي الاهلي مصاب، عندك لعيبه مصابه كتير يا فاروق في النادي الاهلي النهارده كمان. تخيل لو انت بتتكلم على خط وسط الاهلي في التوقيت ده بوجود كوكا، بوجود السوليه، بوجود مروان، عندك نيدفيد كمان ما ننساهوش. ما انت عندك نيدفيد وعندك اكرم توفيق، واكرم توفيق في حاله وجوده في المنطقه دي كمان. تخيل وسط النادي الاهلي مليء بالاسماء دي بما فيهم ديانج وامام عاشور اللي بره كمان. انت النادي الاهلي دايما، انت لما كنت بتسالني بقول لك النادي الاهلي ما بتاثرش بغياب لعيب، وده حقيقه. لان انت شوف انت بتعد كام واحد في نص الملعب، بتتكلم على سوليه، ما بتتكلم على مروان عطيه، امام عاشور، ديانج لما يرجع بالسلامه، يعني عندك عندك كتير، عندك اكرم توفيق ممكن يلعبها لك، عندك في الناحيه اليمين بتتكلم على كريم فؤادي، ممكن بكرايت، محمد هاني، اكرم توفيق يلعبها لك الناحيه الثانيه برضه نفس الموضوع. فانت عندك في كل مركز اثنين وثلاثه واربعه، بس محتاجين الاستمراريه في المشاركه. النهارده في لعيبه ممكن تقعد، النهارده بتشارك في افريقيا بلعيبه او بتشارك ببعض اللاعبين وتقعدوا وتلعبهم في الدوري الممتاز اللي انت مش محتاج ان انت تريح بعض اللاعبين الدوليين، هم دول اللي محتاج